والكتكوتة رأيها إيه؟ أوافق ولا زفلته؟ والله يا ماما، هو وسيم وواضح ومحدد وعنده ثقة في نفسه ومش فضولي، و يعني محترم مختلف. احنا هننام ولا ايه يا عروسة؟ لا يا ماما، مش قصدي، قصدي يعني ان هو زي ما حضرتك تشوفي. هشوف اكتر ما انا شفت. ما انا شفت خلاص. عموما مش هنسبق الاحداث، لازم اسأل عليه الاول واسأل عن اهله واعرف اصله من فصله وبعدين نتكلم. مش جايز حد من اهله يطلع سوابق، وانا احساسي الامني بيقول ان في حد. بنت! ايه ده؟ بتزغرطوا ليه؟ والله ماما، كون ان حضرتك هتسألي عليه يعني كتر خيرك. امال لو وافقت هتعملوا ايه؟ بابا كده غريب قوي، مش فاهم. غريب ليه؟ صراحة مش عارف، يعني أول ما قعدت معاه ما فهمتش هو معانا ولا ضدنا ولا هو وجهة نظره بالظبط. مش عارف. بس في حاجة حلوة قوي بابا، إنك أول ما تشوفيه كده يدخل قلبك على طول، حاجة حلوة. بص يا إبراهيم، أنت يمكن عشت معايا أنا ما عشتش مع أهلي. مامي بس، لكن بابي أنت ما تعرفش عنه حاجة. بابي ده أحن راجل في الدنيا، وطول الوقت بيدور على سعادتنا وانبساطنا. ده كفايه ان هو استحمل انتصار عبد الحق مامتي. ده بصراحه ياخد عليها جايزه يعني. انت ما تقولش انا اللي اقول. خلاص بس خلاص خلاص يا حبيبي، انا والله اول ما شفته حبيته ودخل قلبي. هو حنين. هو مين ده؟ ها؟ خلينا في المهم يا ابراهيم. مهم. انا شايفه ان احنا مش هننجز حاجه، وبرضه حاسه ان بابي مش هيعمل حاجه، وشايفه ان انا في الاخر انا اللي هتدبس وانا اللي هكلم مامي في موضوعنا. ما تقلقيش من الموضوع ده. بص، اللي انا استشفيته كده لما قعدت اتكلمت مع باباكي ان هو لو اقتنع بيا هيخلص هو موضوع ماما خالص، يعني مش هيبقى في اي مشكله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا ابراهيم. تسال عليك يعني ايه يا دكتور؟ هي ما تعرفش انت مين وابن مين؟ يا حبيبتي، هي شغاله ضابط بوليس، فبحكم المهنه لازم تسال عليا وتعمل تحريات والجو ده. ايوه يا سيدي، ضابط بوليس. وابوها بيشتغل ايه؟ انا اللي اعرفه ان ابوها متوفي، بس بصراحه ما اعرفش كان بيشتغل ايه. هي الست دي بتشتغل ايه بالظبط في البوليس؟ مأمورة سجن النساء بتاع القناطر. انت قلت لي اسمها ايه الست دي؟ اسمها نور عز الدين. نور عز الدين، تتعرفيها ماما؟ لا يا حبيبي ما اعرفهاش. انت متاكد ان ابوها مات؟ ايوه ماما، هما جم المستشفى وانا بنفسي اللي عاملاها العمليه. تحبها قوي يا محمود؟ بصراحه يعني انا من ساعه ما جيت من امريكا دي البنت الوحيده اللي علقت معايا وبتوحشني. فيعني وكمان امها بصراحه مربيها احسن تربيه ماما. طبعا مش مأمورة السجن. بس حبيبي انا مش عايزك تتسرع. ايه ده بقى؟ مش حضرتك اللي كنت بتسربعيني على الجواز؟ عارف يا محمود، ساعة ما خلفتك وانا بحلم اشوفك عريس وعيالك مليين عليا الدنيا، بس ده جواز يا ابني، جواز. يعني البنت اللي انت هتختارها دي اللي هتكمل معاها عمرك للاخر. فاهم يا تنايا؟ فاهم، ومش عايزك تقلق عشان انا واثق في اختيار. هي اسمها انا مسمى ماما شرف؟ يا فعلا شرف. مية وثلاثة، مية واربعة، مية وخمسة، مية وستة، مية وسبعة، مية وتسعة. كفاية دي.
عايش يا ماما، الصحة في الطالع. شكرا، الله أكبر. قعدتي كام لحد دلوقتي؟ مالكيش دعوة، الله أكبر، الله أكبر. اسكتي يا ماما، مش صحابي في المدرسة بيقولوا لي إن أنا شبهك الخالق الناطق؟ دي شبه خالك، ما بيفهموش. أعمل لك حاجة تشربيها؟ لا شكرا، شربت. ارغي ارغي، انجزي يلا انجزي. طب اقعدي اقولك على سر. انا هقعد عشان تعبت. نعم انا عارفاكي، انا عارفاكي. تدخلي هادي كده وبعدين تقولي مصيبه، قولي اللي عندك. انا سامعه، قولي يا بيت. مش انا جالي عريس؟ شفتي؟ لا كده كتير، كده كتير كتير قوي كده، اوفر اوفر. ايه ده انتوا؟ ايه هي كل قطه جايبه لي في ديلها كلب؟ انتوا ايه عايزين تجيبوا اجلي؟ بعد الشر عليكي يا ماما، ليه بتقولي كده؟ امال ايه حكايتكم؟ ايه حكايتكم؟ الله يا بنتي يا بنتي، الجواز ده زي 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 الكوارث. ها زي الكوارث والزلازل والبراكين، الجواز ده يا بنتي مصيبه مصيبه. هو جواز دلوقتي يا ماما بقى مصيبه؟ دي سطرة. سطرة؟ طب تعالي افهمك يا سطرة عشان انا تعبت تعبت. تعالي تعالي. بس ما تضربيش. مش هضربك، تعالي تعالي افهمك، تعالي افهمك. مش الجواز يا حبيبتي هو اللي مصيبة، العريس اللي بيتقدم لك ليه ام، الام دي بقى هي اللي مصيبة. ليه؟ لان كل ام فاكرة ابنها مين؟ محافظ كفر الشيخ يا اختي. قولي لي بالمناسبة، العريس اللي متقدم لك بيشتغل ايه؟ مطرب. مطرب؟ اه ومشهور. لا لا، اللي بيطلع في الافراح ده ويقول سقفوا له سقفوا له. لا لا لا، مش من دول. العيل ده اللي بيغني انا جبت الغساله وعايزه اتجوز هاله، انت اتجننتي يا امان. لا يا ماما، ده راقي. راقي يعني ايه؟ قابلتيه فين؟ كانوا جايبينه عندنا في حفله المدرسه في الهالوين. يا نصيبتي، انت بتشمي؟ انت بتشمي هيروين ايه؟ لا يا ماما، ده الهالوين ده، دي ده العيد الامريكي. يا بنتي يا بنتي، انت عارفه يعني ايه تتجوزي مطرب؟ يجي لك الصبح يقول لك تصبح على خير، يجي لك بالليل يقول لك صباح الخير. عامل زي المضاد الحيوي، واسع المدى، يعني ما تشوفوش كل 12 ساعه. قولي لي قابلتيه فين يا اختي المحروس ده؟ في كاسيت؟ لا يا ماما. امال قابلتيه فين؟ انت بتقابليه؟ والله العظيم ابدا، انا عمري ما شفته ما اعرفوش. ايوه صح صح، انا مصدقاك وربنا. انت بتكدبي. بتعملي ايه؟ هخنقك واقعد عليك افكر. يا لهوي الحقوني يا بنات. مين اللي هيلحقك مني يا كدابه؟ انا مبسوطه قوي انك جاي لي من بدري، فرصه بقى نفطر مع بعض. لا يا حبيبتي، انا خلاص فطرت. فطرت؟ ما دام فطرت وجاي لي بدري يبقى في موضوع مهم عايز تقول لي عليه. بصراحه يا ماما، انا خلاص اخترت الانسان اللي هرتبط بيها. خلاص هتتجوز مهينار؟ لا يا ماما، مش مهينار. احسن اهم على الاقل وقفوا المسلسلات التركي. مش مهم، مين يا حبيبي اسمها ايه؟ اسمها عداله، عداله عبد الجبار. يا مصيبتي السودا، عروسه دي يا ابني ولا مخبر؟ لا مخبر ايه يا ماما، بس دي بنوته حاجه كده زي القمر. واضح انك واقع لشوشتك. اوف قوي يا ماما قوي، بس هو في مشكله صغيره قد كده بس. ابوك، هو ابوك النكدي. بس ولا يهمك امك في ظهرك، انا ما يهمنيش غير سعادتك. لا يا حبيبتي، هو المشكله مش في بابا خالص، المشكله في حضرتك انت. في انا؟ اوعى تكون بنت حد من القنوات الفضائيه المنافسه. بنت لميس؟ لا لا، وانا اقدر يا ماما، هي بنت ماموره سجن. يا نهارك اخبر ومش معادي، بنت العميده نور. بقى انت ما لقيتش حد في مصر الا 90 مليون مواطن، وما تنقيش غير بنت العميده نور. يا ماما انت مش كنت لسه من شويه عماله تقول عايزه سعادتك وعايزاك تتجوز وفرحانه؟ لا مش مبسوطه ومفيش جواز، والله ينكد عليك. يا ابني انت عايز تموتني؟ يا ابني ده انا شايله القوامص، حرام عليك. بقول لك ايه، بنت العميده نور لا، بنت لميس. ادخل. تمام يا فندم، المسجون اعتداء. خليها تتفضل. ادخلي يا كحولة. مساء الخير يا ست المأمورة. ألف مبروك، هتخرجي بكرة. الحمد لله، كله بنفسك يا ست الكل. لا
ده عشان انت كويسه ومسجونه مثاليه. ربنا يخليكي لينا ويبارك لك في بناتك وما يحرمكيش منهم ابدا يا رب. يا رب يا رب يسمع من بقك ربنا. شهوار ممكن لو سمحتي تخليهم يعملوا لي فنجان قهوه؟ تمام يا فندم. اعتدال معلش هتقل عليكي شويه. يا خبر يا ست المأمورة تتقلي عليا؟ ده انت لو طلبتي حبابي عينيا من جوه قدهم لك عن طيب خاطر. هتشتغلي معايا من منازلهم، مهمة كده تراقبي كده بالبلدي مخبر. عيني. عارفة الواد زكي؟ مين زكي؟ زكي أخو تفيدة. أيوه أيوه ماله؟ عايزاكي تراقبيه كويس قوي. بيقولوا إن البت مستخبية في أبو المطامير. فين؟ مش عارفة. مين اللي هيعرف؟ أنت اللي هتعرفي لي. خلاص يا ست المأمورة اعتبر الموضوع مديه، سيبيه على الله وعليا انا. حبيبتي انا عايزاكي تحكيلي على كل حاجه من وانت صغيره. ايه اللي كان بيضايقك؟ ايه اللي كان بيخوفك؟ انا كنت متعلقه ببابا قوي الله يرحمه، وفاكراه وفاكرة كويس لما كان بيقعد يلعب معايا أنا وإخواتي وإحنا صغيرين، بس هو فجأة اختفى، ولما سألت ماما عليه قالت لي إنه سافر، وأنا طبعا ما كنتش أعرف حاجة خالص عنه، ولما كبرت سألتها عليه قالت لي إنه مات، وأنا أعرف إن اللي بيموت ما بيرجعش تاني خالص، بس أنا دايما كنت حاسة إنه هيرجع تاني، ما أعرفش إحساسي كان موصل لي كده. وبعدين دخلت المدرسة وكان أصحابي بيتريقوا على اسمي وكانوا بيقولوا لي هو عكس الحرامي إيه؟ الأمين، وأنت اسمك أمانة يعني عكسك الحرامي، يا أمانة يا حرامية. أيوة كانوا بيقولوا لي يا أمانة يا حرامية، أنا فاكرة كويس. وبرضو المدرسين كانوا بيتريقوا عليا كانوا بيغنوا بيقولوا أمانة عليك يا ليل طال. بص أنا فاكرة اللحن إزاي وفاكرهم هم عاملين يتريقوا عليا وبيضحكوا. أيوة أنا فاكرة كويس خالص. وبعدين كنت أروح أقول لماما أصحابي بيتريقوا عليا في المدرسة أنا عايزة أغير اسمي، ما كانتش بترضى وكانت تقول لي مين دول أصلا عشان يتريقوا على اسمك؟ أنا مسمياك أنت وإخواتك أسامي بيتحلى بها رجال الشرطة، العدالة والشرف والأمانة. شوية أنت معايا ولا لأ؟ يا دكتورة. أيوة يا أختي قولي لي بقى، أنت اسمك لحد دلوقتي بيضايقك؟ آه لأ، هو ما بقاش يضايقني عشان انا اتعودت عليه طبعا، بس برضه زعلانه، وكمان اخواتي في البيت بيصبروني وبيدلعوني وبيقولوا لي يا منمن. قولي لي يا منمن، اول مره سرقتي كان عندك قد ايه؟ اول مره سرقت شوكولاته من المكتبه اللي كانت جنب بيتنا اللي في المانيال. الراجل كان ملهي بيصور ورق للعيال، خدت شوكولاته وحطيتها في جيبي وقلت له هبعد عليك وقت تاني، وقعدت اجري 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 لحد ما وصلت البيت. يا دكتورة انت معايا ولا لا؟ كنت بتحسي بايه لما بتسرقي؟ مرسي. ايه؟ اقعد يا عمر. مالك؟ شكلك في حاجة. قلت لماما انا عايز اتجوز مين؟ وطبعا شنت الحرب عليك بغاراتها الجوية. هي جوية بس، ده جوية وبرية وبحرية وكل حاجة. ما تقلقش، ابوك هيخلص لك الموضوع ده. لا 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 مستحيل، اصلك ما شفتش عملت معايا ايه الصبح. انت مش واثق في ابوك ولا ايه؟ وبعدين اعرف كويس ان نقطة ضعف امك هو سيادتك. ازاي يعني؟
أمك صحيح ست متسلطة جدا، لكن بتحبك أنت وأختك حب غير عادي. مش فاهم حضرتك دلوقتي هتكتئب أو تعمل مكتئب وتربي دقنك وتروح تقدم طلب هجرة كندا. اشمعنى يعني؟ اسمع اللي بقولك عليه، روح السفارة بجد وقدم طلب هجرة، وأنا حوريه لها وحقول لها خلاص عمرو يئس من حياته في مصر ولازم يمشي وحيروح يعيش في كندا. طب وتفتكر ده حل؟ اه طبعا ده حل، وسيب الباقي عليا كله. في ايه يا بشير؟ فين سيادة العميد؟ عايزها ليه؟ انت مالك هتتساري معايا؟ ده شغل. هي فين؟ يا سيادة العميد. ايوه يا شام. بشير عايز حضرتك. خليه يدخل. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. في واحدة اسمها اعتدال عايزة تقابل حضرتك. اعتدال؟ خليها تتفضل، ما قلتش ليه وانت تحت؟ ما انا حضرتك ضربت الانتركوم محدش رد عليا. انت عملت كده؟ ايوه. طب سامحة؟ اتفضلي امشي انت. هنتحاسب بعدين. نسلك ودنا. خليها تطلع بسرعة. حاضر يا فندم. وانت خلي بالك من المنطقة. حاضر يا فندم. اتفضلي يا ست اعتدال. يا جماله يا جماله، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تعالي يا اعتدال، تعالي نقعد هنا. ازيك يا ست المأمورة؟ الله يسلمك الله يسلمك. اقعدي اقعدي. انا قلت اجيبك نقعد نتكلم هنا براحتنا بعيد عن السجن عشان ما نلفتش النظر. عندك حق برضو. قولي لي بقى ايه اخبارك؟ قولي اللي عندك. بقالي 3 ايام مراقبة الواد زكي ده زي ضله. اوعى يكون حاسس بيك. عارف يا ست المأمورة، هو انا تلميذة برضو. هتقولي لي وبعدين؟ ابدا، الواد محرس قوي، ما بيهوبش ناحية ابو المطامير. الله، ما دام عيال طلعت حويطة كده نغير الخطة بقى واقول لك نعمل ايه. ماشي. انا ناصر وانا شوشو، لما نشوف حكايتك ايه اعملك اكسبت. ماما. اه يا حبيبتي بتعملي ايه؟ ابدا يا ماما، كنت قاعده شويه على النت. نت؟ ربنا يرحمنا بقى من النت واللي بينتوه. ما كفايه نت وعجن بقى. أسره. قولي لي يا شرف، انت معجبه بالدكتور محمود؟ عايزه تتجوزيه؟ قولي لي. ابدا يا ماما، انا قلت لحضرتك قبل كده يعني لحضرتك تشوفيه يعني. الحقيقه الولد ما فيهوش عيب خالص، بس مش عارفه ليه مش بلعاه، عامل زي المطهر فوايده كتير يخنق كده. عموما انا هسال عليه ولازم نعرف طباعه. بتهيألي يعني يا ماما ان الحاجات دي كلها هتبان في فتره الخطوبه يعني. عندك حق عندك حق. وتفتكري هيرضى يقعد معانا في الشقه اللي فوق ولا هيعمل اللي فيها ابو عرام؟ وانت عارفاني لا بحب عرام ولا بحب ابوه. مش عارفه مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ ده اجبار مش اختيار. لازم يقعد معانا في الشقه اللي فوق، وكل اسبوع نحلله. اه ده دكتور يمكن يعدينا. عاجبه اهلا وسهلا، مش عاجبه يشوف له مريضه تانية. العيانين على قفا مين يشيل. اه وبعدين ادرس انت وشوف. بعد اذنك. اهلا بام العيال. ام ايه؟ انت ما بتتعلمش ابدا؟ مفيش امل مفيش فايده، انت مخلوق في الدنيا عشان تحرق دمي وبس. اهدي اهدي خالص وعودي كده ريلاكس. ايه شكلك جاي في حاجه مهمه؟ ابنك. اشمعنى؟ عرفت ان هو عايز يهاجر يروح كندا؟ اه طبعا عرفت، وبعت لي الورق عشان اجريله في الاجراءات اسرع. يا برود اعصابك يا اخي، هو انت ايه عايز تسفره عشان تخلص منه ما تشوفوش تاني؟ هي قطه وبتسربها؟ مش احسن من امه اللي عايزه تطفشه من البلد كلها؟ انا اطفشه؟ اه طبعا. كونك تمنعي واحد انه يخطب واحده بيحبها ده اسمه ايه؟ وهو يعني في 90 مليون مواطن ملقاش غير بنت عدوتي اللدوده ست ضلمه دي علشان يتجوز بنتها؟
ثم مين قال له يعني ان ضلمه دي هتوافق ان هو يتجوز بنتها؟ يا ستي وافقي انت ومالكيش دعوه باي حاجه. ازاي بقى؟ ازاي ايه؟ انت صحيح ما بتبصيش اللي تحت رجليك؟ لا انت اتجننت اتجننت. انا وافق على الجوازه دي؟ طبعا لا. بقول لك ايه، انا مطلقك بقالي 20 سنه، يعني اصبح مش من حقك تهزقيني. هو انت لغايه دلوقتي لسه ما اتعودتش؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايديكي تعملي اللي انت عايزاه. اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ توافقي على خطوبه الولد بالبنت اللي بيحبها، وبعد كده انا وانت نبقى نفركش الخطوبه دي، وفي الوقت نفسه اضغطي براحتك على بنت عدوتك. اه ايه رايك بقى في كلامي؟ افرض مجرد فرض ان انا وافقت على الخطوبه دي، مجرد فرض، انا اضمن منين بقى ان هو ما يجيش يقول لي يلا انا هتجوز؟ لا سيب الموضوع ده عليا انا. انت عمرك لا بتحل ولا بتربط. ازيك يا ماما؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. انا لقيت نفسي زهقانه كده قلت اقعد معاكي شويه. تنوري وتانسي. تشربي شاي يا ماما؟ لسه شاربه. طب تشربي شاي تاني؟ لسه شاربه يا بنتي. تاني ايه؟ شاي خفيف لطيف. ولا خفيف ولا تقيل، شربت خلاص. يبقى سحلب. يا بنتي مش عايزه تعطليني عن هوايتي. ماما، هو حضرتك بتحبيني قد ايه؟ قد ايه؟ ادي كده اهو. يا حبيبتي يا بنتي، ده انتوا نور عينيا اللي بشوف بيها. الله، ربنا يخليك لي يا رب يا ماما. طيب يعني حضرتك مستعدية تضحي عشاني شوية؟ طبعا. هو أنا ليا مين غيركم يا حبيبتي؟ ده أنا فتحت عيني في الدنيا كده لقيتكم قدامي، يعني قصدي حياتي كلها ليكم. الله، ايه السؤال ده؟ بس اضحي ليه؟ واحنا في العيد ولا ايه؟ عايزاني اذبح حاجه؟ لا يا ماما، بس هو يعني الطلب صعب شويتين. طب ممكن تقولي وتسيبي ايدي بقى عشان هريتيها لي دعكي كده؟ في ايه؟ انت بتزعقي ليه يا ماما؟ ما احنا كنا بصراحه، هو انا يعني ايه ايه؟ انا اسفه بصراحه يا ماما، انا جاي لي عريس. عريس؟ بمناسبه ايه؟ انا مش شايفه مناسبه يعني عشان يجي لك عريس. من هقول لحضرتك يا ماما، بصراحه هو ابن عميل عندي في الشركه، اكيد حضرتك عارفه باباه كويس. هو باباي بقى امجد الحر، صاحب سلسله فنادق الحر. اه اللي صلحتي له الشبكه بتاعته في شرم الشيخ واتحبستي بسببه. ايوه عليكي نور، هو ده. انت عايزه تتحبسي تاني ولا ايه؟ شفتي امتى وازاي وفين؟ هقول لحضرتك يا ماما، هو بصراحه يعني عشان ما اكذبش عليكي، هو الراجل جالي الشركه مره واحده بس وفتحني في الموضوع وقال لي ان هو عايز يجي البيت من بابه. ابن اصول والله. لازم بياناته كلها تبقى عندي، انا عارفه امجد الحر هجيبها بسهوله، بس من هنا ورايح لا تشوفيه ولا يشوفك. يا ماما ما تقلقيش من الموضوع ده خالص، بس برضو مش هي دي المشكله. ايوه المشكله ايه؟ اعملي لي شاي. طيب اعملي لي شاي. يا ماما المشكله مش مشكله الشرب. امال ايه؟ امه. مالها امه؟ ماتت؟ لا مامته تبقى مين؟ تبقى انتصار عبد الحق. ودي فين المشكله فيها؟ انتصار عبد الحق ودي مشكله؟ قضيتيني من الصبح بجد يا ماما. انتصار عبد الحق؟ ايوه اسمه مش غريب، انتصار عبد الحق. المذيعة يا ماما. المذيعة؟ ايوه. لا يا شيخ والله. يا لهوي، بنات سرقتها راعيه. انا سيبها، عايزه تموتيني الجميله دي؟ جربتي وعدوتي انفرادي العمر كله. يا
عايزه تتجوز ابني 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 انكسار اسمها انكسار انكسار عايزه تموتني. ما تشرلك الف مبروك الف مبروك يا عدن. الله يبارك فيك. ربنا يتمم عليك على خير يا حبيبتي ويتمم على خير يا رب يا رب يا رب. ادعي ما تدخلي تقرصيها في ركبتها عشان تحصل. لا من هنا ما ينفعش كده حاف بصوها بصوها اختي حبيبتي. مبروك يا عدن مع السلامه. يا ماما يا ماما مفيش ماما ويا مش يا ماما يا ماما مش هعمل كده يا ماما. هفتح لكم ان شاء الله بعد 20 سنه كده. يلا فعلا ذنبي ايه يا ماما؟ ذنبك ايه؟ معاها بوسيها يا حبيبتي. انا مش ذنبي انا مهاجره انا مهاجره. باي 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 باي. وحشتوني وحشتوني. اوعي كده يا شيخه بقى انت كلاره. اوعي اوعي انت وهي اوعي. عندك كده يا ست عدنا؟ خليه يجيب لك عيش وحلاوه يا اختي. يا مدام يا مدام. ايه في ايه؟ امضينا على وصل الصرف ده وفرحانه فرحانه قوي طول النهار. امضي على صرف صرف ارسال ارسال مفيش استقبال. يا رب وعدنا بشيك حتى لو بدون رصيد. بس ده حاجه بسيطه. حاجه بسيطه طبعا. انت همك ايه؟ حاجه بسيطه وانت دافعه حاجه من جيبك. تكلفه قد محلوله. الا يعني ايه قد محلوله؟ مش عارف. ما علينا مش مهم مش ده موضوعنا. قولي يا عموره حبيبي. ايه يا حبيبتي؟ هو انت مش ناوي تعرفني على عروستك الحلوه قبل ما اروح ونخطبها من مامتها؟ بس ليه يعني؟ ليه؟ الا ليه؟ لازم نتعرف على بعض، نحب بعض، نتكلم مع بعض علشان يوم ما اهبش في امها تبقى في صفي. تهبشي ايه يا ماما؟ هو انت داخله على حرب؟ حرب؟ واي حرب؟ دي الحرب الحمواتيه الثالثيه. اسمعوا يا بنات، بعد موضوع عدالة مع ابن انتصار ماما رفعت حالة الطوارئ للدرجة القصوى. علشان كده احنا لازم نشوف حل في الموضوع ده عشان الجوازة ما تبصش. اسمعوا يا بنات، ها؟ أما أنا عندي حتة دين فكرة هتخلي ماما تسلم وترفع الراية البيضاء. إيه هي؟ أبوس إيدك. يا جماعة أنا عمرو اتفق معايا إن هو هيقنع مامته والدور بقى عليا. طنط سميحة الزخيري. أيوة فين الفكرة؟ هي دي الفكرة. شمال هو احنا ناخد افراج امتى؟ افراج الفجر مع اول دوب. شرف تعالي. بصي يا ستي، انت هتروحي لماما تاني وتفتحيها في موضوع جوازك من ابن انتصار عبد الحق. تاني؟ استني بس. هتروح ماما طبعا ضرباكي ومدغدغه عظمك وحبسكي تاني عادي. تمام. تقومي انت بقى مسرقه وعامله نفسك مغمى عليكي وعندك صدمه عصبيه حتى. انا بقى هعمل ايه؟ هكون اتفقت مع الدكتوره سميحه انها تبعت لنا دكتور من تلامذتها ويقول ان انت عندك صدمه عصبيه حاده وان احنا لازم ننفذ لك كل اوامرك لالا كده هتموتي. حلوه قوي دي في فن. فكره حلوه قوي يا بنت يا منى، بس انا محرجه منها. ليه؟ علشان مش بدفع لها فلوس العلاج، بتعالجني من المجان. والله عندك حق. بصي بقى يا بنت يا منمن، ها؟ هي مش عايشة لوحدها؟ اه. يبقى في حاجات كتير قوي محتاجاها. يعني انت كل مرة ممكن تجيبي لها حاجة، ممكن تجيبي لها تورتة، كيس فاكهة، يعني ماشي حالك. برافو عليك يا بنت يا شرف، دي فكرة حلوة قوي. شفتي بقى؟ بس انتوا ايه رأيكم بقى في الفكرة بتاعتي؟ أنا كنت شايلاها لما أجي أتجوز الولا كيكو. بس مش خساره فيكي يا عداله. انت برضو اختي. هاتي بوسه. هاتي بوسه. اتفضلي يا حبيبتي. تعالي. ثانك يو ماري. ايه ده؟ ده ماما هنا اهي. تعالي تعالي. بصي بقى هتقابلي اجمل واحلى ام في الدنيا كلها. بجد؟ اه والله العظيم. اكيد. بص على السول على السول. حبيبتي. يا روحي يا اهلا يا اهلا اهلا بعروستنا الحلوه عداله. عداله دي عدامه. اهلا يا روحي نورتي. ازي حضرتك؟ ايه العروسه الحلوه دي؟ اهلا حبيبتي.
ايه ده ايه ده ايه ده دي ما فيش يا بابا. انا اسفه قوي انت استني. حبيبتي اهلا اهلا نورتينا حبيبتي نورتينا. ايه العروسه القمر دي شفت زي ابنك عرفت تجيبها ازاي دي؟ ربنا بقى ربنا بيبني ساعات الحمد لله يا ماما. لا حبيبتي عموره حبيبي العربيه بتاعتي بس عايزاك تركنها لي صف تاني. العربيه العربيه ماشي ماشي. اهلا حبيبتي اهلا نورتينا يا روحي. ده نورك يا طنط والله. اهلا انت جايه كده لوحدك؟ جايه لوحدي. لا يا قصدي يعني فين تضاريس الانثى؟ الكل انثى ليها تضاريس، انت ما فيش حاجه خالص. سوري يا طنط اصل انا محافظه على جسمي. خساره مش طالعه مبقلصه زي امك ليه؟ نصيب يا طنط نصيب. حلوه قمر. طب قومي كده وريني قومي فرجيني طولك. حضرتك شفتيني؟ لا عايزه اشوفك لوحدك كده من غير عموره. وريني يا حبيبتي عايزه اشوف القمر العروسه بنتي. عدامه عدامه اقعدي يا حبيبتي. اهلا 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 نورتي حبيبتي نورتي. ميرسي يا طنط ربنا يخليكي. وانت على طول كده لابسه بنطلونات ما بتلبسيش جيبات ولا طيارات؟ لا لا يا طنط والله بلبس على طول. بتلبسي جيبات مش بنطلونات؟ لا لا بلبس كتير قوي. لا رجلكي سلعوه. لا لا خالص والله. لا رجلك والله. اكيد وحشه معرقبه عارفه الرجلين المعرقبه اكيد رجلك معرقبه. يا طنط لا ابدا يا طنط ما تظلميش اهو. اسكتي يعني هي جت على الرجل. حلوه حبيبتي قمر ربنا يخليكي يا طنط. بس انا عايزه اسالي سؤال، انت عارفه احنا في شغلنا بنستخدم بواريك كتير وشواتير، عجباني قوي قوي شواتير اللي انت حطاها في دماغك دي. ايوه يا امانه. لا انا كويسه والله. لا يا حبيبتي دي دموع الفرحه دي طنط انتصار طيبه قوي. انا جايه على طول. يلا باي باي. عارفه عارفه لو ما بعتيش على الواد ابني هعمل فيك ايه؟ هتبحك. وعارفه لو ما نطقتش بكلمه له هعمل فيك ايه؟ عملت ايه يا طنط حبيبتي؟ حلو. ايه رايك حبيبي حبيبي قمر قمر ما شاء الله قمر مش عارفه جبتها منين. بس دي يا حبيبي يا دوبك تسلك بيها اسنانك. طمني يا دكتور بنتي عامله ايه؟ طمني. للاسف عندها صدمه عصبيه. مره واحده كده؟ طب دي جات لها من ايه؟ اكيد في حد مزعلها وضاغط على اعصابها. يا حبيبتي يا اختي انا عارفه السبب يا دكتور انا عارفه السبب. طب لو عارفين السبب ما تعملوا لها اللي هي عايزاه. طب لو ما عملنالهاش اللي هي عايزاه هيبقى في خطوره كبيره جدا على حياتها. يعني ممكن تموت يا دكتور؟ طبعا. يا حبيبتي بعد الشر بعد الشر ما تقولش. متشكرين يا دكتور. ايه ده؟ حاضر اتفضل اتفضل يا دكتور. كنت كويس قوي قوي. وحضرتك خريج ايه يا دكتور؟ ديليفري. طب مع السلامه مع السلامه. شوف لك حد يكشف عليك. مع السلامه. كل الدكاتره النفسيين كده. دي اعتبي بنتك كده يا ماما. دي مهما كانت اختنا. في حد يعمل في بنتك كده يا ماما؟ واكتر من كده. الله العظيم يا رب. حد يعمل كده. بس بقى خلونا نفكر كويس. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ خلاص يا شرف خلاص. لا يا سمحه لا 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 ايه ده ايه ده رجعيه ورا كده شويه زي ده كده. ايوه ايوه بس خلاص. والفازه دي هاتيها برده كده. لا يا سمحه في النص في النص بس خلاص. ربنا يتمم لك بالخير يا ست عداله. ربنا يخليكي ليا يا رب يا سمحه. حلوه قوي اللي انت عاملاه ده كتر خيرك. حلوه قوي ريحه الفريش اير دي. تعالي شم كده يا عداله. حلوه 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 قوي. كفايه غرقتيني يا شيخه. ماما ما نزلتش ليه؟ بقول لك ايه ابعدي عن امك النهارده احسن لك. تلاقيها مش طايقه نفسها. ايوه هتلاقيها مش طايقه نفسها. هتلاقيها نازله تقعد مع الناس وهي مغمضه العين مسدوده الانف والاذن والحنجره. والله يا جماعه انا قلقانه قوي. ربنا يستر ويعدي اليوم ده بس على خير. ايه اللي انت عاملاه نفسك ده؟ ده منظر عروسه يا ستي. ما انا لسه هلبس. ايه ده؟ شش. هي نازله ايه؟ قدرني يا رب يا سبحان الله. يا سبحان الله. يعني يوم خطوبة بنتي يا رب ضغطي يعلى وانخفاض في مستوى الرؤية. ده مش فاضل غير انها تمطر في الشقة ولا ايه؟ ها يا بنات طمنوني كله تمام كله تمام كله تمام يا ماما. بس بتهيألي هم اتأخروا شوية.
الغايب حجته معاه. يا رب يتوه هو وامه في الخلا يا رب. تاني يا ماما؟ ايه يا بنتي؟ ده بدل ما تقولي سلامة نظرك يا ماما. يا بنتي ده انا نازلة والله عينيا مشبرة، دايما جاية عليا كده يا بنتي يا دودو. سلامة نظرك يا ماما. يا امك دي حد يقدر يجي عليها؟ ربنا يستر يا بنتي. يلا يلا يا بنات اطلعوا بسرعة، يلا البسوا في 5 دقايق وعلى الله يتأخروا. 5 دقايق وثانية هقفل الباب، مش هفتح له. يلا ايه ده ايه ده اللي انت حاطاه على ايه ده؟ يلا يلا بسرعة يلا شيليه. يا رب يا رب سر الكاتينة يقطع، يا رب البطارية تلدع، يا رب أمه تلسع. اهلا وسهلا يا استاذ انتصار، انا بتفرج على برنامج الشخطه بتاع حضرتك. يا اخي كتك شوطه. اسمك مكانك. الشنطه لو سمحتي. شنطه ايه وانا داخله المطار؟ بدايه سودة. يا ابني انت امن ولا فنون شعبيه؟ ايه ده هو كله مسلح؟ يلا يا ماما بقى. يا ابني فكر يا ابني فكر. وحياتك ايه يا ابني؟ دي جوازة. يا رب ما يفتحوا يا رب. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلي اتفضلي. اهلا اتفضل حضرتك اتفضل. نورتونا. اتفضلي حضرتك. سمحة بس بس بس. ايه ده الصوت ده جاي منين؟ دي الهانم منتظراكوا. اتفضلي اتفضلي. يا سلام. ايه هتتجوز في المنور؟ ده انت لوحدك مديرية امن. عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ بس انت دخلك ايه بالموضوع ده؟ احلى من الشرف مفيش. اقف عندك. دي العميد نور. جرى لها حاجه؟ انت اتضربت على قلبك. ما احنا كنا كويسين. في خبره الناس والحياه انا ادرى منك. اذا كانت مخوفه مصر كلها مش هتقدر تقتل انتصار. احنا الحكومة. هو هيتجوز ولا بيأجر عربية؟ النهاردة عاملة لنا فيها جاكي شال. امك لو استمرت بالوضع ده انا وانتي هنعنس. مش يمكن يطلع عنده التصاق في الفخدين؟ مفيش فايدة يا ماما.